انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل، ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرقه مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيا ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. مش زي ما انتوش مكسوفين من نفسكم وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانية. معلش يا حاجة، ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكلة يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده، انت بظبط نفسك يعني. ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفلة العامروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري. اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدمتك مني ولا يا حاجه؟ ولا كلمة تانية. حنسى انك ابني، كفاية سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها؟ من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدمتك مني، عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحة زبالة، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى اللي عاوز اكبرك واخليك تسيب السوق ده كله. ولو صبرت عليا شويه ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتأكد إن كل اللي في دماغك الوسخة دي زبالة ملهاش أي أساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف أبعد من الكل، مش تكعبل على أول سلمة وتضبط زي لعمة في وسط الزحمة. الجوازة اللي بقولك عليها دي هي أول السكة. أنت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفلة مهمة. حفلة ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ثانية واحدة. على فين يا جوز؟ ثانية واحدة يا قاهرة. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربيه وغزلتها وفولتها. ماشي يا مطلي ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربيه، اوعى تحكها. ما تخلص بقى يا كرامة، هي أصلا متلمعة. لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي.
هيبه شكلك الى المسيبه تقول لقلبك ايه عن حبيبك هيبه شكلك الى المسيبه. انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل. ادعي لي بقى. البنت زهقت. طب نعمل ايه؟ انا بكره هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم. ماشي؟ لا راح في ايه؟ بكره النهارده الاجانب اجازه. يوم يا عزر انا مش عارف دي انا توت مني انا مش قادر. لا محمد رسول الله عارفها يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حجة. اقعد يا حبيبي لما رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حجة. جاهز يا خال. يلا أبو سن. نتبارك يا حجة. مش هوصيك الليلة تفرق معانا كتير وممكن تبقى بداية خميس. متقلقيش اطمني يا حجة كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ وانتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة وراك اهو. ادعي لنا يا حاج. مع السلامة. يلا. يجعل لكم في كل خطوة سلامة. ادعي لنا يا حاجة. يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا يا رب استرها معانا. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الأول يا خالة من الحفلة. مشوار ايه اللي هنروحه يا خميس؟ أقول لك. بالإذن ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. أهلاً 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 أهلاً. إزيك يا فندينا؟ الحمد لله تمام. أخبارك أنت إيه؟ الحمد لله. فتنا أخبارها إيه؟ نحمده ونشكر فضله. إحنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الآخر. الحمد لله ما أنت كريم يا رب. طب هي مش محتاجة حاجة؟ مستورة الحمد لله يا ابني. ما يلا خميس تأخرنا. يلا يا خالة اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصالحك. ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل يا راجل البركة. راجل البركة. يا لهوي على نظراتك. عسل يا مطني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفلة؟ اوريك يا خالة. اركب بس. اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى المشوار. واه يا خوفي اه يا خوفي من اخر المشوار افدينا. يلا رمانة. أول مرة الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و نقضيها. الخال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب ما نبعت له يجيب المعزوم. طب نخلص من مشوار الحفله الاول. ماشي. اتفضل.
اتفضلي يا ملكة، يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعكوم. اه يا دنيا. الله. اه يا دنيا. يا رمانة ملك بردانة؟ شوية يعني مش عارف عادي كده عادي. من ساعة ما دخلنا انت مش على بعض خالص، لو يكون في حاجة مضايقاكي. لا طبعا مفيش حاجة.